شرك الله ما بيغفره إذا زول مات عليه، ما بيغفره أبدا. زول يموت على الشرك الله ما يغفر له أبدا، والجنة عليه حرام، ومأواه النار ما يطلع منها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أي ذنب ثاني قابلت به الله ربنا برحمته ممكن يغفر لك لمن يشاء، إلا الشرك بالله إذا قابلت به ربنا، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وده اللي عندنا، دي مصيبتنا الآن في السودان. ما هو ذول يغشك يقول لك التضخم والدولار طار والدولار ركة، الطير شنو؟ الدولار ده ما الذي طيره؟ سؤال، الشرك، والله شرك. ما هو ذول يغشك ساكت والتضخم، ويجيب لك زول لابس كرافتة في التلفزيون وينبغي، ده ما الموضوع يا أخي، الموضوع في الشرك يا ناس والكفر الحاصل يا أخي. يا أخي ناس، أنت عارف، أنت عارف الآن، أنت عارف المدايح دي فيها شنو؟ ما في ناس بتنقل ساكت، نقزك نقزك نقزك، صلي عليه، ما في لا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة، ده شرك. الكلام ده لو وقفت الموسيقى، الأورجن ده لو عطلته وسمعت الكلام اللي بيقولوا الناس ديل، ده كفر وشرك. أبو جهل ذاته ما حصل قدر ده مع إنه كافر. قوماك نزاور دي مدحة. قال البرعي في ديوان رياض الجنة، ها نبذناه؟ ده كتابه كتبه بيده ونشره بالسوق واخترناه بقروشنا، تاني بشنو؟ قال قوماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور. أولياء بتاعنا الصوفية مش بتاع ربنا. أهم ألوم يا البرعي. قال منهم خفي الحال. الأولياء بتاعنا الصوفية. منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب، باطن وظاهر. في زول بيعلم الغيب غير الله؟ جايبين ده بيقول شنو؟ ده اللي جاي. ما في زول بيعلم الغيب يا ناس الا ربنا سبحانه وتعالى، لانه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون. المرغني محمد عثمان المرغني كتابه النور البراق في مدح النبي المصداق، وما في مدح للرسول يا ناس، كله شرك. كلمة مديح الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المصطفى عليه الصلاة والسلام دي شماعة بيعلقوها الصوفية. قال شنو في الصفحة رقم 125؟ قال شنو؟ راجع الصفحة دي لو ما لقيتها في نفس الصفحة من كتاب النور البراق لمحمد عثمان المرغني، هو ده الكتاب، هو ده الكتاب. شيخ الطريقة الختمية صفحة قلنا كم؟ 125. ها 125 كذبنا عليه؟ نبذناه؟ ده كلامك، ده كلامهم اللي كتبه بيدهم. قال شوف الكلام ده، والله ابو جهل، تعرف ابو جهل وابو لهب ما قالوا كلام قدر ده، كفر قدر ده، مع انهم كفار. في الصفحه 125 اهو دي يا جماعه، وده الكتاب النور البراق لمحمد عثمان الميرغني، ده الكتاب. شفت كيف؟ قال شنو؟ قال فكنت أحمده المحمود في أزلي، كذا محمده بدر الهدى التالي. اسمع الكلام ده كويس. لذاك عاش جميع الكون في كنفي، في رعايته، تحت رعايته، ما عين الله. الكون ده كله، الشمس والقمر والكواكب والنجوم والسماوات السبعة والملائكة، جت سرافيل وميكائيل وجبريل كلهم، والأرض والإنس والجن والحيوانات والجمادات والحشرات والبحار، كلها عايشين قال في كنف محمد عثمان المرغني. هو قال هذا؟ لذاك عاش جميع الكون، جميع الكون في كنف، أها، فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي. أهل الفضل دل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين، ولا ده ما أهل فضل يا جماعة، وده سادات أهل الفضل. قال أهل الفضل ذل كلهم أطفال محمد عثمان المرغني. تقول ليه العيشة ما تبقى بجنيه ولسه؟ أها. قال
فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم. دار تمشي لله تعبد الله تمام، تستفتح باب الله بمحمد عثمان المرغني، فاستفتحوا بي به باب الله يقبلكم. بعد الناس يقول لك دول اولياء وديل احفاد النبي كذابين يا اخي، ما عندهم علاقه بالنبي، ديل اتراك. المهم خلينا في الموضوع هنا. قال ويصطفيكم بتقريب وايصال، اها، واستمسكوا بعراء لا انفصام له، واستوثقوا بمقاليد وازيال. امسك في محمد عثمان المرغني، ما تمسك في الله. ده كلام منو؟ كلام الصوفيه وهذا الكتاب الختميه. اها امشي. قال فمن تمسك بي او حل في حرمي. زول بيمسك في محمد عثمان المرغني، ما في الله، في محمد عثمان المرغني. قال شنو المرغني؟ فمن تمسك بي او حل في حرمي نال المرام. الشيء اللي يريده كله تناله كله. نال المرام بلا ريب واشكال. انا الجليس. يا جماعه مش ربنا قال الرحمن على العرش استوى؟ المرغني قال لا، ما الله. المرغني عنده راي في الايه دي، قال ده انا ذاته. الصفحة اسمع كلامه ده، أي زول ده يقرأها كالكتاب. أنا الجليس على العرش المحيط به. قال أنا الجليس على العرش. كلمة جليس دي ما عندنا عليها دليل نقول ربنا جليس أو كذا، ما بنقولها، لأنه لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. لكن ده ما الموضوع الآن. الموضوع إنه الزول ده قال هو الجليس على العرش بتاع ربنا محمد عثمان المرغني.